الكفراوي. كلام المهندس ابراهيم الكفراوي يعني اجمل ما يقال فيه انه كلام طالع من مسؤول يليق باسم وقامه النادي الاهلي الكبير محليا وافريقيا. كلام محترم جدا. اثنى على عادل مصطفى واثنى على محمد يوسف. مع عادل مصطفى خلاص راجع مثل خير تمثيل في الجهاز الفني، خلاص دوره انتهى، لكن عادل مصطفى كان بصراحه بيقوم بواجبه على اجمل ما يكون، ودول فعلا ابناء النادي الاهلي المخلصين. معاه كمان محمد يوسف نفس الكلام. عشان كده لازم نشكر مهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي في اثيوبيا. والف الف مبروك ليك يا باشمهندس ولكل الفريق ولكل الجهاز الفني ولكل الجماهير الاهلاويه. استقبل الكابتن احمد عوده نجم التحكيم السابق. اهلا بك كابتن. اهلا وسهلا. هنتخانق ولا هنتفق؟ لا من اول كده مفيش خناقات ان شاء الله. مفيش خناقات، يلا بينا ان شاء الله. اولا بنبارك للنادي الاهلي ونقول الف مبروك، والف مبروك لنادي الزمالك، والف مبروك لنادي الاسماعيلي. الزمالك خسر مع ان هو صعد للدور الثاني، يعني الف مبروك للفرق ديت كلها طبعا، ونتمنى المزيد وان شاء الله يوصلوا النهائي. وهارد لك للنادي المصري وان شاء الله يتعوض في السنين الجايه ان شاء الله باذن الله. اتفضل معاك النهارده. الاول نقول الحكام الاربعه من الصومال. الحكم حسن محمد حاجي ده مواليد 88، يعني عنده 30 سنه. هو الحقيقه الملفت للنظر ان الحكام كلهم صغار في السن، يعني دي حاجه ظاهره كويسه جدا، ويا ريت احنا نهتم بالحته ديت، يعني قدامه فتره طويله في القائمه الدوليه، عنده 30 سنه. والمفروض يفضل يسمع للعيبه كده يا كابتن عوده. دي راحه بين الشوطين، هو بيكلمه هو بعد اللاعب. وبعدين الكابتن سيد ما كانش برضه يجب ان هو برضه يتدخل، بس هو حس يعني انه ممكن ياثر. لا بس انا اعتقد ان الحكم الخناقات بدات يا سمير عكاشة، بدانا الخناقات. لا مش خناقه ولا غيره، مش خناقه ولا غيره. هو بيقول له اتفضل، بيقول له اتفضل، ده صح، ده صح. ايوه ما هو يعني سيد يقدر. ولو زود تاني، ولو زود تاني كان هيدي له كارت. طبعا الكارت للاعب، لكن الاجهزه الفنيه ما بيطلعوهمش، بيطلعوهم بره. بس فهو كلمه وكلم كابتن سيد، وده سيد قلق هيكون بيأثر عليه، بيكلمه في حاجه فسيد قلق. بس انا شايف ان الحكم الحقيقه يعني هنشوف داخل هنشوف اللعيبه يا كابتن، قال له يعني بلاش كلام كتير وركز في فرقتك. ما هو بيقول له توكتف تقريبا، يعني توكتف يعني بيرغي كتير، او الاشاره بتقول ان هو بيقول كده يعني. المهم نتكلم على الباقي، على الحكم. الحكم التحق بالقائمه الدوليه في 1/1/2014. الحكم دوت انا هو مش في الاليت ايه، او مش في النخبه ايه في افريقيا، لكن ممكن يكون في النخبه بي. ده بالنسبه للحكم، لكن اعتقد ان نتكلم في الاخر على الاداء. المهم المساعد اللي معاه حمزه حاجي عبدي، ده مواليد 85، برضه صغير في السن، عنده 33 سنه، كان التحق بالقائمه الدوليه في 1/1/2013. تمام. المساعد الثاني عبدي محمد نور، مواليد 93، يعني عنده 25 سنه، يعني في لعيبه اكبر منه، ودي حاجه ظاهره كويسه قوي. وهو التحق بالقائمه الدوليه في 1/1/2018. تمام. يعني خبرته مش كبيره قوي. الحكم الرابع برضو صغير في السن، نور مهدين، ده من مواليد 91، والتحق بالقائمه الدوليه برضو في 1/1/2018. تمام. اعتقد كده احنا ادينا. المراقب كان طبعا من ليبيا، مراقب الماتش. تمام. المراقب الثاني كان من المراقب الاخر كان اللي هو مراقب الحكام كان من جيبوتي، انما المراقب العام كان من ليبيا. تمام تمام تمام. استاذنك قبل ما ناخد الحالات التحكيميه، خلاص ناخد حالات تحكيميه ماشي. قبل ما ناخد الحالات التحكيميه اطمن جماهير النادي الاهلي على هشام محمد واسلام محارب. هشام محمد واخد كدمه شديده شويه في راسه، اسلام محارب عنده شد في السمنتين. احنا قلنا قله اكسجين تعمل لك اي اصابه، بس الحمد لله ان هي جت على قد الشد. اتفضل يا كابتن عمر. الحمد لله. نشوف بقى الحالات وفي الاخر نقيم التحكيم، فيا ريت نبتدي نشوف الحالات الماتش. نشوف الحاله الاولى الاول. يعني ماشي، هي دي بقى. نشوف الحاله ديت، الحكم حسب فاول. انا شايف ان الحكم اخطا فيها، كان لازم يصفر متاخر شويه، ودي تحت فرصه، وكانت فرصه كويسه للفريق الاثيوبي. طب ارجع تاني كده نشوفها تاني يا ريت. ايوه ادي هنا فاول، واضح انه في فاول. اوكي. بس هي الصفاره سبقته، هو كان يجب على الحكم انه يتأنى سنه. ايه راح على زميل ليه ومساحه كبيره كان هيمشي بيها، وكانت فرصه كويسه او اتاحت فرصه كويسه جدا. حتى هم اعترضوا، هي كان الصفاره سبقته، فكان دي يعني كان يجب ان هو يتأنى فيها. مش حد اعترض يا كابتن عوده، فين اعترضوا دول؟ طب يا ريت نشوفها تاني بقى، عشان بقى الراجل راح يقول له يعني كان قرار صح وكده. نشوف بقى اهي بعد ما مشي، بعد ما مشي اهو بقى. بص فين بقى اللي راحوا؟ تعالى بقى اهو
مفيش حد راح ضلعته. هم اللعيبه بتعمل ايه؟ دول بيعاتبوا بعض. ايه لا 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 هو بص كله يجري عشان هي طبعا لا هي طبعا هي السفاره كانت سبقته وكان خطا منه شويه. ماشي نشوف الحاله اللي بعدها. فالحاله اللي بعدها تمام ايوان. ها طبعا احنا عايزين نقول حاجه قبل ما نجيب اللعبه دي تاني. ان للاسف الشديد احنا بنحكم على الكاميرات كانت ضعيفه جدا جدا. التصوير كان سيء جدا. فاحنا بنحكم على اللي احنا شايفينه بس مش انت بقى. اللعبه واضح يعني واضح ان اللاعب كان مسابق اللاعب المهاجم بتاع الفريق الاثيوبي. تمام. وانا شايف انها فيها تسلل لكن الكاميرا مش جايبه ساعه ما ده كان فين يعني. ساعه ما زميله لعب الكوره صعب نحكم عليها قوي دي. لكن الشكل العام ان هي كده بالشكل ده احنا بنقول عليها تسلل وتسلل سليم. ماشي نشوف اللعبه اللي بعدها. هو للاسف الشديد والالعاب ما كانتش حامل الراي هو بيشاور يا سمير بس مش جاب لنا اللعبه عشان احنا هنشوف. جميل. وللاسف الشديد الالعاب ما اتكررتش ما اتعادتش برضه. دي نفس الكلام دي برضه نشوفها كده بالتصوير ده اهو اللاعب ده الوحيد اللي جوه دي باينه لانه ايه هو الوحيد اللي جوه ال 18 بالظبط بالظبط وجوه ال 18 كتير كمان. فهي مش كتير قوي يعني اصل برضه جسم مدافع لا قصدي بينه وبين اخر مدافع اهلاوي حوالي 3 يارد. فتسلل سليم. التسلل موجود وسليم والمساعد صح 100%. يعني دي يمكن واضحه شويه اللي وضحها الخطوط عن الالعاب الثانيه. شوف اللعبه اللي بعدها برضه دي نفس الكلام برضه من الزاويه بتاعتنا دي ما اقدرش اقولها بس هي شكله هي الشكل باينة العام ان هو مسابق لكن برضه مش على خط واحد انا ما اقدرش اجيبها بالظبط مش مظبوطه. ليه ما هو باين لا مش قوي ما ممكن اقول السيرد باك بتاع الاهلي او الباك ليفت. طب مشي الكاميرا مشي يا سمير مشي مفيش حد هنا اصلا ممكن اقول ان هو لا هي مش باينه قوي لكن هي الاقرب انها تكون تسلل. تمام الاقرب انها تكون تسلل ماشي لكن سمعناها باينه قوي بس ماشي انت حبيبي الله يخليك ماشي. ايوه نشوف اللعبه دي تاني. هي دي اهو ناصر ماهر عدى مش هو ناصر ماهر برضو وفي عرقله معاه اهي واضحه تهيألي هو عدى كام فاول كده انا استغربت فيهم بصراحه وعدى كام اوف سايد برضو كده استغربت فيهم. لا هي ما اتحسبتش حاجه وده كان يجب ان هو يتحسب بس مش باين قوي برضه يا كابتن عودي. شوف بص انا محايد اصل بص بعد ما عدى بص اهي العرقله اهي في رجل اهي كابتن احنا لازم من الزاويه بتاعتنا دي يعني ان انا يعني بص بقول اهو ان مفيش طب جميل جميل هو اللاعب اصلا كان هيكمل ماشي يعني انا شايف من وجهه نظري ان اللعبه دي اقرب انها تكون فاول. اوكي نشوف اللعبه اللي بعدها يعني هي حتى يعني فاول طبعا كان فيه فاول وما اتحسبش الحقيقه. شوف اللعبه دي كمان ايوه دي بقى اللي فيها التهور شويه اللاعب وعشان كده انا الانذار مستحق ونشوفها تاني يا ريت. ايوه شوف ادي اللاعب عدى اهو اللاعب الاولاني مفيش مشكله تاني اهو بقى ده اللي فيها التهور. ده ناصر يا جماعه جامد جدا والله العظيم. لعبه فيها تهور فيها تهور لان كان فيها احتماليه خطوره على الخصم وهو لعب الكوره قصدي لعب على الجسم ده 7-8 على في يارده فبالتالي الانذار مستحق والركله الحره المباشره سليمه 100%. تمام نشوف بقى اللعبه اللي بعدها. هو الحقيقه الحالات مش كتير قوي. نشوف الحاله ديت طبعا احنا مش شايفين هنا شايفين ان في لاعب اهو لاعب متسلل اهو والكره جايه له لكن الحقيقه لو عدناها تاني نعيد من الاول تاني دي ركله مرمى ركله مرمى ما فيهاش تسلل يبقى القرار سليم 100% دي ركله مرمى يعني دي ركله مرمى وحارس المرمى اللي لعبها ما فيش فيها تسلل. طب استنى كده نشوف اهي ركله المرمى هو اللي لعبها اهي وراحت له مباشره من غير ما تلمس حد تاني نزيله اهي هي معموله بقى من بدري والولد واللاعب استنى نشوف بقى كمان هنا هل في ركله جزاء ولا لا. احنا دي شايفينها يعني دي شايفينها يا كابتن عوده ما هي دي بقى اللي انا عايز اقول طيب الكاميرا مش قريبه يعني انا مش هجزم منها فيها حاجه يعني انا هنا لكن ممكن يبقى فيها وممكن ما يبقاش فيها لان الكاميرا جايه من بعيد ما نقدرش احنا نصر او نقرر ان اللعبه دي فيها حاجه يعني من هنا ما اقدرش اللاين مان شايفه ما طبعا المساعد الاسيستنت ريفري نمبر 2 بالظبط شايف اللعبه وشايف ما رفعش حاجه يعني يعني لكن انا هبقى مع الحكم فيها لكن هي كلعبه مش واضحه 100%. نشوف اللعبه دي كمان ايمن اشرف اعتقد برضو في تهور هنا برضو نفس الكلام نفس الكلام التهور موجود اهو خد انذار ويستحق الانذار وهو خد انذار فيها والانذار مستحق والحكم قرار سليم من الحكم ركله حره مباشره وانذار ضد نصر ضد ايمن اشرف قرار سليم وانا شايف قرار سليم 100%.
لسه في حالات؟ دي اخر حاله ولا في حالات تاني؟ اعتقد اخر حاله يعني، مش كده؟ اخر حاله. اجمالا بقى نيجي نقول ايه، ان التحكيم النهارده الصومالي ادى صوره كويسه، يعني الحكم الصومالي ادى صوره كويسه عن التحكيم الصومالي للامانه. النهارده ما حدش حس بيه خالص. انا حسيت بيه على فكره، حسيت بالحكم. لا، نجاح الحكم على فكره ان انت ما تحسش بيه. طب تيجي تيجي ناخد فاصل ونرجع عشان في خناقه. لا اتفضل، تحت امرك اتفضل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الكبير كابتن احمد عوده خبير التحكيم السابق، ونرجع لحضراتكم على طول. حضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، معايا النجم احمد عوده. اتفضل يا كابتن. ندي بقى في الاخر الكونكلوجن او الخلاصه عن التحكيم. اتفضل. الحقيقه الحكم النهارده ادى صوره انطباع كويس جدا عن التحكيم الصومالي، ودي من النادر ان احنا نشوف حكام من الصومال كان بتيجي هنا، خاصه لفرق الاهلي والزمالك والاسماعيلي، فرق تقيله، فدايما بيجيبوا لهم حكام تقال شويه. لكن هي المرحله دي لازم نقول حاجه، ان المرحله دي والمرحله اللي فاتت دايما بيدوا للحكام بالظبط، حتى لدرجه جسامه اللي هو الحكم الاول في افريقيا كان امبارح حكم رابع في ماتش الاسماعيلي. تمام. وكابتن جهاد جريش عندنا ما حكمش، لكن الادوار الجايه بقى دور الجروبس او المجاميع هتلاقي بقى الحكام الكبار. حكمت في اسيوبيا قبل كده يا كابتن؟ كتير. بجد؟ طبعا 5 مرات. وكان ايه رايك في الجو هناك؟ بقى صعب جدا، اسيوبيا واريتريا الجو صعب جدا جدا جدا، لان في طبعا هي مرتفعه عن سطح البحر، ففي انخفاض في الاكسجين بشكل غريب. يعني الواحد دايما تلاقيه بينهج وهو بيجري، فلازم دي محتاجه، انا بالنسبه لي كانت محتاجه 3 ايام او حاجه زي كده تقعد هناك عشان تواكب الجو اللي هناك. لكن الجو هناك الناس لو قعدت حتى اسبوع ولا 10. لا والله انا كنت بعمل كده، بس يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الناس فاكره ان اسيوبيا دي الجو حر وكلام من ده، لا جو كويس مش وحش. ولكن هو نقص الاكسجين هو ده اللي ظاهره، مش ما حدش يعرف يجاري الجو بالزبط هناك بالزبط. عشان كده لما بتيجي من هناك بيبقى عندك في مخزون اكسجين زايد، فبتبقى عندك لياقه بقى عاليه قوي، او بيبقى عندك مخزون عالي، واخد بال حضرتك؟ يعني لما بترجع من اثيوبيا او اريتريا بتعمل ايه بقى يا كابتن في الماتشات دي؟ والله انا بعمل ايه، انا مره لعبت نيجيريا واثيوبيا هناك، في نيجيريا واريتريا في اريتريا، ومنتخب نيجيريا مين كانوا ساندي اوليسي وتهريبو ويست ومش عارف فرقه كانت العصر الذهبي، فلعيبه بتجري. فانا طبعا انا كنت بعمل ايه، بجري معاهم، وساعه ما تيجي الكره تطلع بره ابتدي اريح اخد نفس كده، يعني اعمل ايه يا جماعه. والحقيقه في الماتش ده كان من ضمن الحاجات التعليقات الجميله، ان جه تحليل الماتش بعدها الناس قالوا ان اهم ما يميز الحكم عليا يعني في اليوم ده اللياقه البدنيه العاليه. والله دي حقيقه. الحمد لله. المهم يعني احنا بقى نقول النهارده نرجع تاني للحكم، فبرضه الحكم اللي ساعده ان الاجواء قريبه من اثيوبيا، لان الصومال في شرق افريقيا هي واثيوبيا، فالاثنين قريبين من بعض، فيمكن تمتع بالاجواء. فالحكم كان قريب جدا من كل كوره، كان تمركز جيد جدا، الحكم تميز باللياقه البدنيه العاليه في كل الاماكن هو والمساعدين. الحقيقه طبعا نجاح الحكم ان انت ما تشعرش بيه، يعني الحكم ما شعرناش بيه النهارده، وهو وفي انذارين بس طوال المباراه، وقدر يسيطر على المباراه، ومفيش احتياجات هنا ولا هنا، ده نجاح الحقيقه. نفس الكلام بالنسبه للمساعدين، التمركز كان رائع والرايه كانت واضحه والتسللات كانت سليمه. الحقيقه التحكيم الصومالي النهارده لو استمر على هذا الاداء انا اعتقد انه ممكن يرتقي لإيليت ايه او النخبه ايه بالنسبه لافريقيا. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، ودايما بتنورني وتشرفني، ودايما كده معانا في انتصارات. شاكر جدا، ودايما متخانق انا وانت. ربنا يخليك. انا اتمنى الانتصارات لكل الفرق المصريه ان شاء الله. احنا اتمنى الانتصارات للاهلي. الاهلي والزمالك وان شاء الله والاسماعيلي باذن الله. اكيد والله اكيد، نتمنى طبعا كل فرق مصريه تمثل مصر خير تمثيل، وان شاء الله نشوفهم دايما في منصات يا رب ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن، مشكور بشكرا جزيلا، ودايما ان شاء الله التقي معاكم على خير، والتقي معاكم ودايما الاهلي كسبان النهارده. احلى ما في اليوم الاهلي خلاص في دور او دوري المجموعات الافريقيه، ان شاء الله القرعه يوم 28، هنشوف الاهلي هيروح نروح هنشوف القرعه ان شاء الله يوم 28، ودي المره 16 في تاريخ النادي الاهلي اللي بيتاهل لدور المجموعات. الاهلي تاريخ، الاهلي انجازات، الاهلي كل من يمثله هم رجال وهم ابطال، ويستحقوا تمثيل النادي الاهلي بصرف النظر عن الاجواء المحيطه واي اقاويل اخرى تقال. الاهلي دايما كبير، ودايما كبير برجالته، بقدرته، بجماهيره اللي هي دايما حمايه. اشوفكم على خير ومع الف سلامه.